السلام عليكم خوتي، حبيت نوصل ميساج خفيف للناس اللي راها تحرض الجيش القايد اللي راه يقول لك احنا رانا مع الجيش ومناش مع القايد. القايد هذا راه هو الشف تاعنا، هو اللي هو الصح، ولا ما كان له. خلو القايد يخدم خدمته، وكاين بعض الامور ما يقدرش يصرح بها لوسائل الاعلام، تخدم في الخفاء مع الرجال الشرفاء. ورساله لزيطوط، حنا كنا نتبعوك المره الاولى، والاونه الاخيره هذه راك وليت مبازي على الجيش والقايد، سيرتو القايد راك مبازي عليه بزاف. حبيت نقول لك ريح برك، اشرب العسل تاعك وتيزانا، وخلي الرجال تخدم. ولد ملوكة، كنا نتبعوك خطرة هذه كليت في شينك، ريح في سروالك. والجنود اللي كترسل لك لي فوتو لي زابلي ومن ورانا معاك ورانا معاك، راهم فاقولك، راهم فاقولك كامل، فاقولك كامل. واش راك دير؟ زيطوط يكتب لك وانت كوبي كولي، حتى الكتبة ما تعرفش تكتب، هو يبعث لك في الميسنجر وانت تنشر. سمعت؟ انت ما تخافش ربي، كون جيت تخاف ربي ما تأذيش بنات بلادك، ما تأذيهمش، كل واحد الله يسأل عليها. باسكو انت وتزني، انت وتخرج مع المدامات، راه كاين التصاور تاعك، يما كان لا تخرف في ولاد بلادك. نورمال العكس، توقف معاهم وتستر بنات الناس. وتحية لخويا توفيق دي زاد، راك راجل وكمل، ورانا قاع معاك. وزيطوط كيما قلت لك، ريح ريح، ما تخربش في الجيش، ما تخربش في القايد، خليه يخدم خدمته. 20 سنة وحنا صابرين، جات نورمال، كنتو زاهيين، واحد ما يحوش. ودرك شهور برك راكم متسرعين، غير وينتا خلوه يخدم يا سيدي، خلوه. ما قدرتش تصبروا شهور، صبروا شهور برك. والرسالة أخرى، يا ربي